الحاج ديما بحال هكا، ديما شاشعني وبحال هكا، ديما ملي بغيت تحولها من البلاصه لبلاصه. شحال من عام، شحال من عام الحاج جو؟ 16 عام. يا مريم سيدي انا سميتي الحسين، زوج السيده مالكه، يعني هذه واحد 16 عام وحنا كنعانيو وما خلينا لا اطباء لا جرائد لا وعانينا واحد المعاناه كثيره مع السيده هذه، ومشينا درنا لها الترويض في جمعيه الامال ولا جمعيه النور في بوسكوره دون جدوى، ما كاين حتى نتيجه يعني، وعانينا مع واحد المعاناه اللي هي يعني قاسيه. مده شحال الحاج؟ واحد المده ديال 16 عام تقريبا، وحنا كنعانيو معها، حتى لا بغينا نحولوها خصنا نهزوها، ولا بغينا نخرجوها خصنا نديروها في واحد اسمو ديك الكروسه اللي كيدفعوا الناس، وما وحتى لا بغات تمشي حتى حاشاك المياضي ما كتقدرش. الحاج الاطباء شخصوا لك الحاله ديالها؟ يعني الاطباء في انوال دوزت ليها في انوال، دوزت ليها عند بن ابراهيم، كيقول لك بان عنده واحد العرق مبوشي ليها في الجهه اليسريه في الراس. مرحبا، هذا العرق اللي مبوشي ما كاينش الحل ديالو؟ يعني كاين الحل ديالو، ولكن حنا الغالب الله يعني ما عندناش اي شي عمليه ولا غير لمحوا لكم. كيقولوا لنا يعني خاصكم ديروا لي عمليه، خاصكم ديروا لها عندك، ولكن هنا عندنا قال لي ما كاينش اي، ما نمشيو ما نجريو والو، ما خلينا حتى بلاصه اللي حنا ما مشيناش ليها، ويعني ودقينا بيبان والو. حاج غادي نرجع عندك، سمح لي. مرحبا، دوز لي الحاجه. ما كاينش، شديوك وخليك عبطي شوي. حاجه قد من راسك وقول لنا شنو هي المعاناه اللي شعرت. انا كنعاني ولادي بزاف، محاسبين الله سبحانه وتعالى. انا ما عندي حتى حد في الدنيا من غيركم اللي تجي تشوفوني، خاصني بزاف، انا خاصني الملابس وخاصني كل شيء وليدي، خاصني الدواء وخاصني فلوس ما عنديش. شحال من عام الحاج ما جيتيش عندي؟ انا دابا 15 من كنعاني وليدي في هذا الشيء، 15 من صعبة فوق هاد السداري هذا، ما عندي حتى حد من غيركم والله. اعياد وكل شيء شدوز يوم اعياد وليدي كيفك، كل شيء كيفك، ما كاينه شي بادره قاموا بها بعد الجمعيات والو؟ اللي نبغى يجي يدق عليا ما كانش اللي كيدق عليا، شي ثلاثه في الجورنال والو، مخطى واحد السيد اللي جا عندي الله يجزيه بخير، ولي عطاني 20,000 ريال صبغت بها الدنيا كانت كلها
مصدق ماشي كان خاسر الله يجزي بخير. انا مزال قلت لكم في الله خوتي خوتاتي الحاج اليوم واش هاد الحاله ديالك واش قالوا لك الاطباء عندها شي حل؟ عندي حس قلك عندك كاين امل؟ كاين امل قال لي عندي امل ولكن خاصني امل امكانيات ولدي ما عنديش. قالوا لك غديري شي اوبيراسيون؟ قال لي خاصكم تعادوا هنا تودوا الدواءات هنا تكوني هاني في صحتك هنا. حاجه ما هانياش نفسيا؟ ما هانياش بزاف وليدي ما هانياش بزاف. انا قلبي باكي لي اليوم ليل ونهار. تحسي براسك ضايعه بزاف؟ انا كنحس براسي وليدي ضايعه بزاف بزاف ضايعه بزاف. لك الحمد لله اللهم لك الحمد. ما تاش واقفه الحاجه ما والو الرجل اللي ديا اكثر اللي ديا ما كنحتاجش نبيعها على راسي لا والو. ما تاش حسيش بيد ديا مونطي اللي ما كنضل لا وكله. حاجه شنو هي الكلمه اللي توجه اليوم للمحسنين؟ انا مزوج انا مسيدي ربي لما ندير في اختكم في هذا الخير هذا راه اختكم انا من الله ترى ماك اولادي وانا منكم. ما تدوزوني تدوزونيش اوليدي انا مزوج لكم في سيدي ربي ما تدوزوش هاد المهمه هادي انا ما عندي حتى حد من غيركم. وجيت تشوفوا حالتي بلا ما ندوي لكم ما تشوفوا جيت تشوفوا حالتي. حاج نعم سيدي خوت حاج نعم سيدي. الكلمه اللي غادي توجه للمغاربه اللي غيتعاطفوا معاك من بعد المعاناه ديال 16 عام وانت تعاني مع الزوجه ديالك اللي قلتي لينا قبل اللي فيها خشيك وفيها بوك وفيها مرشاك وفيها اش بغيت اش تطلب من المغاربه باش يساعدوك؟ كنتمنى من الله ومن المغاربه باش يتعاونوا معنا على هاد السيده وان الله لا يضيع اجر المحسنين. حتى الخير الى ضاع ما بين الناس راه عند الله راه ما كيضيع شيء. الله يفتح لكم باب الخير. ونتمنوا لهم ان شاء الله كل من تعاون معنا في هاد المؤسسه يعني عجزت عن الكلام. والله العظيم ولدي الجميله ما نطيبنا الكلمه المغاربه. انا بغيت ربي يفتح لكم باب الخير. إلا سهلتوا عليا أنا بغيت ربي يسهل عليكم المصاعب، هذا هو حال الدنيا وليدي. شكرا.